حابة برضو اوريكم واحدة، شايفين لونها سواها؟ بصوا شايفين، جربوا الممبار بقى بالطريقة دي وادعولي. ازيكم عاملين ايه؟ مكملين برضو في وصفات العيد، وهنعمل النهارده ان شاء الله الممبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ممبار مغسول ومتنضف طبعا، حلو جدا شايفين، لازم يتقلب ويتغسل. بصوا يبقى بصوا فله كده قشطه. بصل مبشور، طماطم مبشوره، رز مغسول ومتصفي كويس جدا، التوابل بتاعت الممبار ملح، بهارات، قرفه، شطه، فلفل، نعناع، زيت، صلصة، اربع حزم خضرة مشكلة، اتنين شبت، واحدة بقدونس، واحدة كزبرة خضرة، نص ليمونة وملح وفلفل وحبهان، الاتنين دول للشوربة، وتلات فصوص ثوم مفرومين. وانا كاتبة لكم المقادير بالظبط يعني. جبنا بولة كبيرة عشان تساعدنا نخلط المكونات كلها وتكفي الحاجة كلها. نضيف الرز مغسول ومتصفي. الممبار بيتعمل بالرز العادي البلدي المصري بتاعنا، مفهوش اي افتكاسات. دي تاني حاجة هنضيفها الطماطم، الطماطم المبشورة، بس انا حطيتها على النار شوية كده، يعني احطها على النار كده شوية تتسبك واحط عليها الصلصة. شايفين انا سايباها على النار لحد ما تتسبك، وكل المية الزيادة دي تتبخر، يعني عايزة خلاصة الطماطم بس، المية الزيادة دي كلها مش عايزاها. شايفين الطماطم اهي خست، تحس ان هي تقلت كده، خلاص هي بقى فيها شوية مية صغيرين خالص، بس هي خست للنص تقريبا. في المرحلة دي بقى اضيف الصلصة، اضيف الصلصة واخليها برضو على النار شوية. شايفين اول ما حطيناها تحسوا ان هي كده كانت خفيفه وكلها ميه، دلوقتي تقلت، قوامها بقى مظبوط ولونها بقى حلو جدا. انا حاطه على المقدار ده بطرمان صلصه كامل، وبتفرق جدا في طعمه، يعني زيه زي المحشي بالظبط، لما تكتروا له الصلصه بيفرق جدا في الطعم. وبطرمان صلصه على كميه الرز والخضره والطماطم والبصل وكل اللي احنا حاطينه ده مش كتير خالص، بالعكس ده مظبوط جدا. بس كده حلو قوي، اقطفيه عليها بقى واخدها. البصل المبشور اهو، اضيف عليه بقى كل التوابل، والخطوه دي مهمه قوي، يعني دي من التكات اللي بتفرق قوي في طعم الممبار. تاخدوا كل التوابل كده على البصله المبشوره، نايف نايف ما سبكناش ولا حاجه، تدعكها كويس جدا، والخطوه دي مهمه قوي اللي بتخلي الممبار بتاعك يفرق عن اي ممبار تاني، يعني زي بتاع بره كمان، لا احلى، بتطلع ريحه البصله وريحه التوابل، يعني بتودي الممبار في حته تانية احلى كمان، ما تبقي مسبكاه، ما تبقي مسبكه البصله. نضيف بقى البصل اللي دعكناه مع كل التوابل، سو هو ني كده حتى ريحته فظيعه. ونضيف الخضره، خضره مغسوله ومتنشفه كويس ومتقطعه حتت صغيره خالص. نضيف بقى الطماطم اللي سبكناها وهي سخنه، حتى ما بنستناش تبرد ولا حاجه وهي سخنه. واخر حاجه بقى بنضيفها الزيت، الزيت وظيفته هنا بيخلي الرز من جوه يبقى مفلفل وبيسهل عليك الحشو. نضيف عليهم ثلاث فصوص الثوم المفروم، والثوم المفروم برده بيفرق قوي في الطعم. بس وناخد كل الكلام ده بقى ونقلبه كده تقليبه كويسه. شايفين كمية الصلصة والطماطم مش كتير خالص، ده كيلو ممبار اللي هنحشيه دلوقتي، حطينا عليه كيلو طماطم مبشور وبطرمان صلصة كامل، هتعملوه ان شاء الله وهيطلع معاكم ناجح جدا وطعمه حلو قوي بإذن الله. خلاص كده الخلطة بقت جاهزة معانا، ناخدها بقى ونبتدي نحشي الممبار. بصوا بقى بنجيب الممبار كده، شايفين بطولها هي مش متقطعة ولا حاجة، هقول لكم بعد كده هنقطعه ازاي، هنقطعه ازاي. وبصوا في الحشو بقى، يا اما ده، بصوا ده قمع بتاع حشو الممبار بيتباع في كل حتة، متاح يعني بيتلقى بسهولة، وتحطوه كده اهو وتحشو بيه، وبمعلقه كده او بحاجه تدخله. وده لو مش موجود القمع العادي خالص اهو، برده بنفس الطريقه. ناخد بقى حبه من الخلطه كده اهو، بصوا شايفين اهو، شايفين بيتحشي على طول ما بياخدش وقت خالص. بصوا الممبار اهو كده خلاص حشيناه اهو، شايفين. بصوا برضو انا حابه اوريكم الخطوه دي، لو الممبار محشي قوي كده، شايفين لو انتوا وانتوا في الخطوه دي قبل ما تسووه محشي قوي كده هيفرقع منكم، فبصوا المفروض يبقى كده، يعني بعد ما تحشوه احشوا احشوا احشوا، وبعد ما تخلصوا شايفين المفروض الممبار يبقى شكله كده، يعني تحطوه على رخامه او حاجه المفروض يبقى متبطط كده، انا هوريه لكم للاخر. شايفين يبقى متريح خالص كده، يعني بدل ما هو مدور، لا انا مش عايزاه مدور، انا في المرحله اللي هي قبل السوى عايزاه مبطط عشان الرز يلاقي مساحه يستوي فيها. شايفين يبقى كده، بصوا ما يبقاش كده ابدا، ما يبقاش كده ابدا، دي المرحله اللي بعد السوى، قبل السوى عشان ادي مكان للرز يستوي بيبقى كده، ريحوه خالص كده، مش طبطيطه على الماشي، لا طبطيطه كويسه كده.
انا اول مره في حياتي كنت اعمل الممبار فيها. اول ما اتجوزت، انا متجوزه بعمل كل حاجه يعني حلو وحادق الحمد لله، بس الممبار الحاجه الوحيده اللي ما كنتش بعرف اعملها. وقعدت بقى جبت ممبار واتشملت، قعدت بالظبط، انا الوقت حشو ما خدش مني تلت ساعه، اقل كمان من تلت ساعه، حوالي ربع ساعه. جبت الممبار ده وقعدت فين بقى، وقعدت في اوضه الاطفال وقعدت احشيه من الصبح. طب تقريبا كده والله العظيم خلصته على الساعه 7 8 بالليل والله العظيم. وحشيته ايه بقى؟ حشيته كده اهو، عشان كده انا باكد اوي على المعلومه دي. بص حشيته كده اهو، وحشي احشي احشي، وخد ايه رز الدنيا. وبعد كل التعب ده اول ما حطيته في الحله اما فرقعه، من ساعتها والممبار ده بيني وبينه كده صداقه. احسن حاجه بتعلم الواحد على فكره والله العظيم بمنتهى الامانه الخبره. يعني بص دلوقتي انا قلت لكم كل التكات اللي في الممبار اللي تخليه ان شاء الله باذن الله يطلع معاكم هايل. الخبره دي انا اكتسبتها كده يعني ايه، بالممارسه. بتحكي لكم حكايه الممبار دي. بصوا الممبار بقى كده اهو خلاص اتحشى كله وبططناه كده. التقطيع بقى، في انا ما بحبش اقطعه تقطيع عشوائيه، بحب يعني ابقى قايساه. بصوا بقيسه كده على ايدي، شايفين شبر شبر بالظبط. واقوم موسعه كده الحته اللي انا هقص منها دي، انا بعمله بالمقص برده مش بالسكينه، ولو بالسكينه مفيش اي مشكله. شايفين شبر اهو بالظبط، شبر على ايدي اهو. بصوا اي رز هنا في الحروف دي كده اهو، لان الرز ده هيقع في الحله كله ملوش لازمه. المفروض الحته كده، وهو اول ما ينزل الميه هيقفل. شايفين كده اهو، بقطعه كله نفس التقطيع. انا انت ممكن لو عايزه تقيسي بمسطره، لو عايزه تعمليه بايدك، بس انا بحب كله يعني العين برضو بتاكل، يبقى نفس الحجم اهو على قد ايدي شبر. اعمله كله بنفس الطريقه. اعمل معاكم واحده كمان برضو. بص الرز اللي بالحرف ده كده كده هيقع، مش عايزاه، اول ما يقفل ملوش لازمه. اريحه خالص خالص كده، شايفين؟ بصوا اهو شبر بالظبط اهو، عشان تطلع نفس المقاس. برضو الرز اللي على الحرف ده شايفين، بشيله كده كده ده هيقع بالظبط. بصوا شايفين بالشكل ده كده. بصوا برضو على حكايه الممبار اللي انا حكيتها لكم دي، لما تقابلكوا اي حاجه كده تفشل معاكم في الاول اوعوا تيأسوا. يعني شوف انا والله العظيم فضلت ورا الممبار ده اعمله مرارا وتكرارا لحد ما عرفت كل تكاته الحمد لله، وبقيت استاذه فيه. يعني اي حاجه تقابلكوا او تبقى صعبه كده في الاول ما تيأسوش، لا عيدوها مره واتنين وعشرة، لا لحد بدل ما تبقى هي الحاجه اللي مش عارفين تعملوها، لا تبقى احسن حاجه انتوا بتعملوها. لا حياه مع اليأس ولا يأس مع الحياه. الحل على النار اهي، والميه فيها غليت كويس، اضيف بقى الملح والفلفل والحبهان، واعصر برضو النص ليمونه عشان لو في اي ريحه. الليمونه بتخليش ريحه الممبار نفسها حلوه. ما بحطش بقى هنا هو لا بوكي جارنيه ولا جزر ولا كرفس ولا بصل ولا اي حاجه، هو كده كده الممبار متمون بما فيه الكفايه. يعني اي حاجه هتحطوها مهدوره على الفاضي، مش هتضيف للطعم كده كده. يعني هو هينزل، انتوا بتلاقوا الشوربه بتاعت الممبار ما متخلص محمره قوي وفيها وش سمن، ده الدسم والتكلفه اللي فيه، فمش مستاهل تحطوا فيه اي حاجه، يعني مش هتضيف ولا هتزود. اهم حاجه بس وانتوا بتسلقوا الممبار الحله تكون كبيره. يعني انا دلوقتي عامله كيلو، حتى برضو لو عاملين نص كيلو خلي الحله تكون كبيره عشان الممبار ياخد راحته في السوا. بصوا بقى اول ما يغلي كده اغطي الحله واوطي النار شمعه خالص كاني بعمل رز. خلاص كده الممبار معانا استوى، اطلعه بقى كده. نحط بقى الممبار كده يتحمر. الممبار خد لون دهبي حلو اهو معانا، نطلعه بقى على مناديل عشان يتنشف، عشان يمتص الزيت الزياده. الممبار اتحمر اهو، طلع معانا شايفين لونه محمر وذهبي ازاي، وشايفين الاطراف قفلت لوحدها ومفيش ولا رزايه طلعت بره. شايفين كمان الحجم، كله حجم واحد. بصوا الممبار بالظبط حطيناه على النار غلي غلوتين على نار عاليه، والغطا متعري عادي، وبعدين قفلنا الغطا ووطينا عليه شمعه، قعد بالظبط 30 دقيقه، وبعد كده استنينا لما برد وقليناه في الزيت.